الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية وإماما للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات في جامعة الملك خالد الموقرة، أهلا بكم ومرحبا. نعيش معا في رحاب مقرر جديد من مقررات كلية الشريعة وأصول الدين بأبهى. هذا المقرر عنوانه التوحيد، والآية القرآنية التي تلوناها على حضراتكم تشير إلى أن التوحيد أمر إلهي، والتوحيد مادة من مواد كلية الشريعة التي ينبغي على الطالب أن يقف على مضمونها ومحتواها. هذا المقرر سنعيش في رحابه من خلال بعض الوحدات. فالوحدة الأولى سنتناول فيها تعريف التوحيد وتعريف العقيدة وتعريف أصول الدين، وذلك وفق الدروس التالية: الدرس الأول حول التعريفات وعناصره. أولا سنعرف العقيدة لغة واصطلاحا، ثم نعرف أصول الدين، ثم نقف بك عزيزي الطالب على تعريف التوحيد وبيان أهميته وبيان فضله. أما عن تعريف العقيدة، فإن تعريف العقيدة من حيث اللغة قد وردت فيه تعريفات عديدة. في مقدمتها أن كلمة عقيدة هي من الفعل عقد، تقول عقد قلبه على الشيء، أي أن القلب قد التزم بالشيء وأصبح قابعا بداخله، فلا إيمان للعبد ما لم يعقد قلبه على الإيمان بالله ويلتزم به سلوكا وعملا. إذن العقيدة تعني عقد القلب على الشيء، أو عقد قلبه، فالقلب هو الفاعل هنا، فاعل للعقد أي الالتزام بهذه الأركان العقدية. أما التعريف اصطلاحا، فإن تعريف العقيدة اصطلاحا يتمثل في نقاط ثلاثة: أولها العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من الأدلة اليقينية، هذه رقم اثنين، يعني أولا العلم بالأحكام الشرعية رقم واحد، وكذلك الأدلة اليقينية رقم اثنين، رد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية رقم ثلاثة. إذن نقاط ثلاثة يشير إليها التعريف، وسأوضحها لك عزيزي الطالب في هذه الشريحة. الأحكام الشرعية العقدية أي أحكام من حيث الوجوب والإلزام بالأمر العقدي، والأمور العقدية التي يجب على القلب أن يعقد نفسه عليها، أو على المسلم أن يعقد قلبه عليها، هي التوحيد، أي توحيد الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. منها أركان الإيمان: نبوات، أي ما يتعلق بالنبوة، وأمور الغيب، ما يتعلق باليوم الآخر من جنة ونار وما إلى ذلك. وأما الدلائل التي يستنبط منها الإيمان بهذه الأركان الستة، فهي نصوص الكتاب والسنة. ومن هذه النصوص والكتاب، نصوص الكتاب والسنة، انعقد الإجماع، بمعنى أن الإجماع قد انعقد على أن مصادر الأحكام الشرعية الستة إنما هي نصوص الكتاب والسنة. وأخيرا سوف نعرفك عزيز الطالب على الرد على المخالف في الاعتقاد، والمخالف هنا في الاعتقاد هم المعطلة والممثلة والملاحدة، وكذلك المنحرفون في توحيد العبادة. فالمعطلة هم الذين عطلوا النصوص، والممثلة هم الذين مثلوا الله بخلقه وحاشا لله أن يكون كذلك، والملاحدة هم الذين أنكروا وجود الله أصلا، والمنحرفون في التوحيد من المسلمين إلا أنهم سلكوا مسالك أخرى أخرجتهم عن دائرة التوحيد. وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد وقفنا على تعريف العقيدة لغة واصطلاحا.